السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجة عايز اتكلم فيها، طبعا داخلين على الميركاتو، داخلين على فتح باب القيد، فتح باب القيد في الدوري المصري للاتحاد المصري لكرة القدم يوم 27/7. اغلب الاندية المصرية مديونة لطوب الارض، اغلب الاندية المصرية مفيش ايرادات، مفيش مدخلات للاندية، فبالتالي في ديون كتيرة على الاندية المصرية واللي منها الاتحاد المصري لكرة القدم. الاتحاد المصري لكرة القدم اللي فتحها على البحري لنادي الزمالك اللي مديون ب 75 مليون جنيه او 65 مليون جنيه. اندية كتير مديونة للاتحاد المصري لكرة القدم، ولكن كالعادة الاتحاد المصري لكرة القدم قبل اي فترة انتقالات بيطلع قرار ان يا جماعة اي نادي مديون مش هيأيد صفقاته الا لما يسدد كل المديونيات اللي عليه ويصفر العداد عشان نبدأ مع بعض على نضيف، علاقتنا تبقى نضيفة مع بعض، لا انا داينك ولا انت تديني، يبقى نبدأ كده مع بعض من الصفر. فالاندية النهاردة قال لك لا بقى، تعال تعال العام. انت النهاردة بتيجي تقول لي كل سنة وكل باب انتقالات او باب قيد تقول لي مش هتأيد غير لما تدفع، لا ده انت اتفضحت. اسكت، مش انت طلعت مفضوح كاتحاد كورة؟ ازاي يا حبيبي، ما انت في الوقت اللي انت كنت بتخصب علينا ان احنا ندفع المديونيات بتاعتنا، في الوقت اللي انت كنت فاتح باب اسمه باب التعريض، باب التعريض لصالح نادي الزمالك، والزمالك مديون ب 65 مليون جنيه وما يزيد، وما كنتش بتاخد منه حاجة، ورحت قصدت وجدولت الفلوس بتاعت نادي الزمالك. فاحنا عايزين معاملة بالمثل، احنا عايزين معاملة بالمثل، زي ما بتكبر للزمالك وبتفوت للزمالك احنا كمان عايزين يتفوت لنا في موضوع المديونيات وتجدولها لينا تاتا تاتا، ما تدفعش لوكشة واحدة زي ما بتعمل معانا قبل كده. طبعا اتحاد الكرة هو اللي حط في نفسه الموقف ده، انت لو ماشي زي السيف اللوائح بتاعتك بتطبق على الجميع محدش يقدر يفتح بقه، لكن انت عامل زجزاج، عارف السيف بتاعك زجزاج، ايه ده انت ابيض، لا اركن انت مش هقدر اجي ناحيتك، ايه ده انت ازرق، لا تعالى احط عليك وعلى اللي يتشددوا لك كمان. عايز اقول يا جماعه قسما بالله اللي بيحصل في النادي المنافس نادي الزمالك يعني كتير قوي. يعني هل تعلم عزيزي المشاهد ان في قناة الزمالك بيذلوا جمهور الزمالك، بيعايروا جمهور الزمالك؟ يعني حط نفسك كده، يعني تخيل انت كده لو انت عندك في قناة النادي الاهلي طلع واحد في قناة النادي الاهلي قال لك يا اهلاوية جرى ايه، انت تنسوا نفسكم ولا ايه، ده انتوا كنتوا بتمشوا في الشوارع تخش جوه الحيطة عشان مكسوف انك تكون اهلاوي. امبارح واحد من الناس اللي كانوا موجودين وهو الفيلسوف ماجد غراب وجه رسالة لجماهير الزمالك، وانا مبسوط بصراحة، انا مبسوط مبسوط جدا، ويعني كل فخر وتباهي، لكن سؤال لجماهير الزمالك، هل تقبل ان انت تتحط عليك وتتهان ضمنيا في قناة الزمالك؟ ماجد غراب قال لك قبل المستشار، خلي بالك دايما قناة الزمالك لازم تؤكد على شيء، قبل المستشار الزمالك ده كان حمادة، وبعد المستشار اصبح حمادة تاني اخر. وبيني وبينكو انا مش مستغرب، يعني هم اصلا قبل كده طلعوا قالوا الزمالك قبل المستشار كان زبالة، وفي اللي قال كان مزبلة، وفي اللي قال كان سلة زبالة، وفي اللي قال كان خرابة، وفي اللي قال كان مكان لمرتع بيتعمل فيه الاخلاق غير السوية وغير الحميدة، يعني وبيتشرب بانجو وحشيش وبيتاخد فيه بنات، يعني حاجات كانت بتتقال كده، لكن بعد المستشار اصبح مكان عالمي، نادي عالمي والكلام ده.
امبارح ماجد غراب قال لك بصوا بقى، انتوا قبل مرتضى منصور انتوا المفروض ما تفتحوش بقكوا خالص، انتوا قبل مرتضى منصور ما كانش ليكوا وجود، ما كانش ليكوا وجود في الشارع، كنتوا بتتكسفوا تقولوا ان احنا زملكاوية. على فكرة بقى هذه المقولة للتاريخ فعلا. فاكرين احمد الشناوي في 2015 لما الزمالك كسب الدوري، لما سيف زاهر سأله في قناة الحياة قال له انت اهلاوي ولا زملكاوي، قال له يا كابتن احنا قبل بطولة الدوري دي كنت تسأل اي واحد زملكاوي كان يحط عينه في الارض ويقول لك بشجع الكرة الحلوة، لكن ما كانش يقدر يقول انا زملكاوي. هل يجرؤ صحفي او اعلامي اهلاوي يطلع يقول الجملة دي في قناة النادي الاهلي؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا ليلة، ده كانت هتبقى ليلة زرقاء متغطسة في زرقاء كمان. هو ده نادي الزمالك يا جماعة. الزمالك كان خرابة، الزمالك كان زبالة ومزبلة، أنا آسف أنا بقول أنا بردد الكلام، طبعا الزمالك عندي حاجة كبيرة لكن أنا بردد الكلام اللي بيقوله صحفيين قناة الزمالك مش صحفيين قناة النادي الأهلي. الزمالك كان مرتع للمخدرات وفتيات الليل الحسناوات والغير حسناوات. الزمالك كان مرتع، الزمالك كان ماخور، الزمالك الزملكاويه كانوا بيتكسفوا يقولوا ان احنا زملكاويه. عايز اقول طارق الادور نزل صوره لمجموعه الهزازين، انا بشوف مجموعه الهزازين دول ساعات كده بتلاقي في تابلوهات العربيات، الناس اللي بتحب اقتناء الكلاب تلاقي واحد حاطط كده ايه كلب، كل مطب او كل ما العربيه بتاكل مطب يروح عامل له كده. معلش 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 ده لسان حال الكلب وقتها. انت كويس كويس كويس، مش حاجه مش حاجه، كمل 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 في طريقك، كمل انت صح انت صح انت صح. فتخيل بقى لما تلاقي بدل الكلب خمسه. والله في ناس كده بتحب ايه يعني، انا واحد في حياتي عموما بحب اللي يقول لي كويس، بحب اللي يقول لي حاضر، بحب اللي يقول لي انت صح، ما بحبش اللي يعارضني. فتلاقيني حاطط كده في تابلوه العربيه، انا ما عنديش عربيه اولا، لكن لو عندي عربيه هجيب في تابلوه العربيه الخمس كلاب دول احطهم قدامي، كل لما اكل مطب اروح اعمل كده. مصطفى انت صح، كمل كمل. فدار الادور جاب صوره لمجموعه الهزازين في احدى القنوات وقال لك هؤلاء هم اسباب نكسه الزمالك. عايز اقول يعني الاخ الصحفي المنافق، الصحفي المنافق اللي بيدعي زورا وبهتانا انه بيفهم في اللوائح وهو بعيد عن الفهم اصلا بمراحل، وواخد جمهور الزمالك مجرد سبوبة، والله قسما بالله. طبعا انا فخر ليا ان انا اتبع النادي الاهلي وفخر ليا ان اعيش واموت اهلاوي، لكن عايز اقول لك معلومة مهمة جدا، في ناس بتكسب على قفا جماهير الزمالك الماظ، لان الجمهور ده يا جماعه اي حاجه بتتقال له بتتصدق، جمهور مسكين، جمهور غلبان، جمهور مسكين وجمهور غلبان. فالصحفي ده لما لقى بقى الريتش بتاع كهربا وايقاف كهربا ولقى نفسه طلع كذاب وفنكوش قدام الجماهير والجماهير ما بقتش تصدقه، بعد ما فضل سنة يشتغلهم كل يوم فيديو عن كهربا، كل يوم فيديو عن إيقاف كهربا، كل يوم انتصار على كهربا، وفي الآخر كهربا لا توقف ولا دفع غرامة ولا عمل حاجة وطلع كذاب وهبات. النهارده احنا في موسم حصاد بن شرقي، لقى خلاص كهربا قفل خلاص ما بقاش يجيب ريتش، قال لك نشتغل على بن شرقي. قال لك بن شرقي يرفض 7 ملايين دولار من الأهلي. بن شرقي ما بين الاهلي وما بين الزمالك وعلاقه حب وهيام وعشق وانتقام في اشرف بن شرقي. لا الريتش بقى بدا يرجع تاني والمشاهدات بدات ترجع تاني، هتلاقيه شغال على موضوع اشرف بن شرقي. لكن يعني في ربنا ميزنا بالعقل. 7 مليون دولار مين اللي الاهلي عرضهم على اشرف بن شرقي واشرف بن شرقي كمان رفض؟ انت كذاب ديوس اشر. لا انا اسف على كلمه ديوس دي، ما ينفعش تستخدم في الموقف ده، هو مش ديوس، لا هو مش ديوس، هو كذاب، كذاب اشر.
هو مزور، هو مدلس، هو مغير للحقائق. 7 مليون دولار ايه بيه؟ هو انا لو انا معايا 7 مليون دولار وهدفعهم في منشرقي، كان اولى بيا اروح اجيب مهاجم من الدوري الانجليزي. هو انا محتاج جناح؟ انا محتاج مهاجم اجنبي، واشرب منشرقي هيجي يجيب لي اللي انا مش عارف اجيبه؟ كان في مثل بيقول لك ايه، كان مش عارف ايه نفع نفسه. 7 مليون دولار ايه يا بص؟ لكن هو زي ما بقول لك، هو ماشي ورا مجموعه من القطيع. انت صح، انت صح، محدش هيعارضه لان هما بيصدقوا اي حاجه بتتقال لهم، اي حاجه بتتقال لهم. عايز اقول في البروتوكولات السياسيه والبروتوكولات الدبلوماسيه، مفيش شخص عادي في بلد ينفع يوجه رساله لملك او رئيس دوله اخرى، هذا لا يحدث على الاطلاق. ما ينفعش حضرتك ما عندكش اي مركز او تايتل سياسي او دبلوماسي تطلع تقول انا هوجه رسالة لملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان او امير ولي العهد الملك محمد بن سلمان، ما ينفعش ولا يليق. امبارح قناة الزمالك قال لك المستشار مرتضى سيوجه رسالة لملك السعودية غدا. الحقوه، 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 السعودية، السعودية، ما ينفعش، ما ينفعش يا سيادة المستشار، يا سيادة المستشار، يا سيادة المستشار، لا لا يا سيادة المستشار، ده مش وزير في المملكة العربية السعودية ممكن توجه له رسالة وصديقي واخويا وحبيبي، لا ده خادم الحرمين الشريفين. اتمنى ان حد يلحق الليلة قبل ما الدنيا تبوظ. عايز اقول ان هناك احد الهزازين، كنت لسه بقول لك بيتحط قدامك على التابلو 5، في واحد من الخمسة اتطرد، في واحد من الخمس هزازين اتطرد من القناة، اتطرد من القناة. يا ترى يا هل ترى مين هو؟ كان بيطلع يعرض كويس، لكن التعريض في الفترة الأخيرة ما عجبش الزبون، ما عجبش الزبون، وبيطلقوا عليه لقب كروان الحق، مع إنه هو شبه البومة بس هو بيقولوا عليه كروان الحق. عايز أقول بوبو، هناك أمل ما زال موجود في صفقة محمد رضا بوبو، بالرغم ان النادي الاهلي سحب ايده وانسحب من الصفقة بسبب مغالاة وتعنت مسؤولي نادي فيوتشر في صفقة محمد رضا بوبو، الا ان ما زال هناك امل، وامل قوي. الامل هو ان رضا بوبو، وده على لسان كابتن عبد الظاهر السقا، ما زال رافضا الانتقال لاي نادي اخر الا النادي الاهلي، ما زال متمسك بالنادي الاهلي. وما علمته ان ادارة فيوتشر هتكون مجبرة انها تخضع لعرض النادي الاهلي، والا هيضيع منها لا هالطول ده ولا هالطول ده. ففي بعض الوسطاء بدأوا يتدخلوا، بعض الشخصيات بدأت تتدخل عشان تزيب جبل الخلافات وتعيد المياه لمجاريها. عايز اقول امبارح صلاح محسن كان واحد من المتألقين في مباراة المصري البورسعيد، وهو متألق بقاله فترة. صلاح محسن واحد من أفضل اللعيبة اللي في خط الهجوم اللي ممكن تنفع في طريقة مارسيل كولر. مشكلة صلاح محسن في النادي الأهلي خلال السنوات الماضية إنه مش اللعيب اللي هو، فاهم أنت، بيكز على أسنانه وياكل على إيده وأسنانه عشان يثبت نفسه. صلاح محسن إصاباته كانت كتيرة. صلاح محسن لعيب بيلعب بالشوكة والسكينة. لو قدر صلاح محسن يتخلص من النقطة دي مع النادي الأهلي هيكون أهم لاعب في تشكيلة مارسيل كولر، سواء كان جناح شمال أو مهاجم صريح مع النادي الأهلي. صلاح محسن صفقة تركي الشيخ للنادي الأهلي سابقا، بيعود مجددا للنادي الأهلي.
في صفقة مضافة أو قيمة مضافة تضاف لخط هجوم أكيد النادي الأهلي. أتمنى التوفيق لصلاح محسن، أتمنى التوفيق للاعب من أهم اللاعبين، قد يكون مفتاح لعب جديد بالنسبة للنادي الأهلي. حاجة تانية عايز أقولها، مروان حمدي كان في امبارح خناقة شوارع، ولمروان حمدي حق الرد أكيد، أحد جماهير المصري في فندق الإقامة بتاع نادي المصري في برج العرب كان بيقول للاعب حرام عليك يا كابتن، حسوا بالجماهير، الجماهير تعبانة. فاللعيب شتمه وشتم بعض الألفاظ، واللي شاف الواقعة دي كان محمود جابر وسمع سباب اللاعب للمشجع وللجمهور وضرب. معرفش بقى وصل الموضوع للضرب ولا لا، لكن كان في اعتداء والفاظ مش كويسه ما بين الطرفين. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا.